عاوزاني اقول لها ايه؟ اقول لها والنبي سيبيني اروح اقعد مع نوال شويه عشان جوزها مش فاضلها. الله، وانت تقول لها ليه وتعيد لها ليه؟ ما دام ما اتجوزتهاش ملهاش حاجه عندك. ملهاش حاجه عندي ايه؟ انت اتجننت يا نوال، ده لو عيني رمشت واحده بس بتعمل معايا الصح. انا نفسي اعرف البت القزعة المسترجله دي عامله لك عمل عند انهي شيخ عشان اعمل لك عنده؟ ده انا فرشه لك خدي مداس وبتمنى لك الرضا ترضى. ده انا مفيش مره بشوفك فيها الا الكلام يبقى عليها حتى وهي مسجونه. ايه انا بقيت بكرهها كانها درتي. درتك ايه؟ درتك ايه ونيله ايه يا نوال؟ احنا حوارنا ده كله عوا ومليان مشاكل، وجوزك ده انا قده يا ماما وقد 10 زيه، بس صاحب الحق قوي برضه. ما انا قلت لك فكك من الحوار ده ونفض لها، وحاجتك حاضره، انت راجل في الكليه وهي رد سجون، وانا هقرب سلومه في عيشته لحد ما يطلقني، وهخليه قبليها يكتب لي الشقه اللي احنا فيها باسمي، يعني مش هياخد غير جلاليب والزفره وهو خارج، ونتجوز انا وانت يا هيم. اه، ولو عاوز عفش جديد نشتري ابيع ساختي. انا شارياك يا هيمه وبحبك، وسلومه ده ما بقتش طايقه نفسه في وشي. انت تهطلتي يا نوال؟ لا وربنا تهطلتي، انت عاوزانا انا وانت نتجوز ونقعد في الشقه اللي قدام كوريا دي، كانت تولع فينا وفي ام الشقه. خلاص نبيع الشقة دي وناخد أي مطرح في أي حتة. فكك بقى من موضوع الجواز ده، خلينا كده، احنا كده أحسن. نوال مزنوق، شوفي لي أي حاجة معاكي. يوه عينيا، بص كده، خدي حبيبي. ده حبيبتي، حبيبتي يا نوال، ربنا ما يحرمني منك. يا أخي كبداجي، وأنت يا أخت نوال. أنت إيه اللي جابك هنا يا شيخ ناصر؟ ايه رايك في الصدفه السعيده دي؟ لا يا صدفه زباله بصراحه. يلا نجري. يلا اتفضل. شكرا لحضرتك. اتفضل. شكرا. معلش يا هانم، احتاج التوقيع مرة تانية لأن الفورمة المرة دي مختلفة، خلي التوقيع زي كل مرة. أوكي. أنا أهم حاجة عندي إن الإجراءات تكون سليمة، أهم حاجة. اتفضل. كده يا تمام، الفلوس في حسابكم دلوقتي وتقدروا تتصرفوا فيها بمعرفتكم. يعني خلاص؟ خلاص يا هانم. أنا كنت فاكرة الموضوع أصعب من كده بكتير. هو في الحقيقة أصعب، لكن علاقات مروان بيه بسم الله ما شاء الله، محدش كبير في البلد وما كلمنيش. وبعدين حضراتكم فوق مستوى الشبهات، والد حضرتك كان بيتعامل مع البنك ده من 30 سنة. أتمنى لكم النجاح في مشروعكم الجديد وفي أي حاجة بالنسبة للاقتصاد أو السوق النقدي. أنا طلعت في برامج قبل كده كتير، يعني عندي خبرة. عظيم، ان شاء الله حضرتك تشرفنا وتفيدنا بخبرتك. ان شاء الله. شرفت يا مروان بيه. شكرا ليك. شرفت يا هانم. ميرسي، اهلا بيك. يلا الف مبروك يا رئيسة مجلس الإدارة. ربنا يبارك فيك يا حبيبي. ايه ده؟ في ايه خير؟ انا بحبك قوي.
ألف مبروك. ربنا يبارك فيك يا بابي ويخليك لي يا حبيبي. عقبال مليون سنة. ميرسي يا بابي. أنا لي عندك طلب صغير. أنت تأمرني يا روحي. نفسي أقدم برنامج في القناة. هتقدم برنامج إيه يا بابي؟ برنامج في أكتر حاجة أفهم فيها في الدنيا دي. اللي هي إيه يعني؟ ستات. سامعوز اسكت يا جدع انت وهو، خلينا نقف نتكلم مع البنشر. كفاره يا كوريا، انا قلت اسيبك اليومين دول عشان عارف انك انت خارجه من ظروف لا مؤاخذه وما يصحش، لكن انت برضو طبعا عارفه ان عليك فلوس تنكيس البيت اللي لمك انت وخالتك من بعد امك الله يرحمها. جرايا سلوم، لا وقته ولا ادانه يا اخوي، اتوكل على الله دلوقتي عشان مش ميعادك ده. لا وقته ولا ادانه يا كوريا. لما امك ودت من بعديها كل واحده فيكم عامله نفسها بتكح جير ولا يجي صرف على المحل ومكلفاه، يبقى يا فلوس تجيني وقتي يا تزقوا عجلك انت وخالتك من البيت. وانت ما تعرفش لما تلاقي رجاله واقفه تتكلم معاها، ولا انت مش بيمشيه غير الحريم؟ وانا لو شفت رجاله بيقدروا يحكموا على نسوانهم كنت كلمتهم، لكن دورت ما لقيتش، مفيش بح. لا انت بس ما دورتش كويس.